الله الرحمن الرحيم. نقوم اليوم وخلال الأيام الماضية بمعمل نبع العين للماء الصحية بعيار الأجهزة والتأكد من سلامتها وفعاليتها، حيث أن مشروع فلترة المياه لنبع العين ضمن المؤسسة الإنتاجية للزراعة والثروة الحيوانية. نشكر رئيس المجلس زيارته وتفقده للعمل، حيث باشرنا التجربة خلال هذه الأسبوع، وأيضا في الأسبوع القادم سوف نقوم بإنتاج إن شاء الله الماء ضمن المعايير المطلوبة. قمنا بأخذ عينات بفحصها وكانت النتائج ممتازة الحمد لله. مشروع ماء الصحة ضمن مدينة جرابلس بالقرب من نبع العين، ضمن هذا المدينة التي تشتهر بنبع العين، إن الهدف من هذا المشروع هو إنتاج ماء صحية من والاستغلال هذا النبع، كون أن هناك في مناطقنا يقومون الأهالي والمنظمات والمؤسسات بجلب المياه من أماكن بعيدة، حيث أننا سنقوم بتوفير هذه التكاليف على الأهالي على المنظمات إن شاء الله. الأسبوع القادم سوف نباشر العمل في هذا المعمل.